يتعرض لاعبو البوكيمون في مختلف أنحاء العالم لشتى أنواع المخاطر بسبب انفصالهم عن الواقع، وهم يلاحقون على شاشات هواتفهم تلك المخلوقات الوهمية، لكن الخطر في فنزويلا أخطر بلدان العالم يأخذ أبعاداً أخرى. على مقربة من مركز تجاري في العاصمة كاراكاس يقف كريستيان تلميذ الفلسفة مع مجموعة من أصدقائه يحدقون في شاشات الهواتف لعل البوكيمون يمر من هنا، ويشير كريستيان بفخر إلى هاتفه فقد التقط قبل قليل واحدة من الكائنات الوهمية على مدخل الحي 23 الذي يعد الأخطر في العاصمة. على الرغم من خطر وقوع جرائم وحقيقة أن كاتيا في غرب العاصمة هي مكان خطر، إلا أن لعبة بوكيمون خلقت نوعا من المقاومة في نفوس الفنزويليين، لأننا نقاوم الجريمة التي لا تريدون أن نستمتع بوقتنا. وتبلغ نسبة جرائم القتل في هذا البلد من أمريكا الجنوبية 58 جريمة لكل 100,000 مواطن، علما أن الرقم العالمي لا يزيد عن 8.9 بحسب الأمم المتحدة. إزاء هذه المخاطر نظمت جمعيات فنزويلية حملة بثت فيها شعارات مثل التقط البوكيمون بأمان وهاتفك أغلى من البوكيمون وحياتك أغلى وأغلى على مواقع التواصل الاجتماعي.